انا زميلكم ماهر ربيع، وفي الفيديو ده ان شاء الله هنتكلم فيه عن اشهر انواع الاسيسكوب او السماعات الطبيه، عشان السؤال ده بيتسال طول فتره الكلينيكال، نجيب سماعه نوعها ايه. مبدئيا كده لازم تعرف ان اي اسيسكوب بتتكون من 3 اجزاء. اول جزء هو راس السماعه، دي بتتكون من الدايفرام، والدايفرام ده بنسمع بيه الاصوات ترداتها عاليه زي اصوات القلب واصوات الشيست. والجزء الثاني هو الكون، الكون ده بنسمع بيه حاجتين، الاصوات اللي ترداتها قليله زي المرمر، اصوات المرمر بتاع الهارت، وبنسمع بيها الاطفال. تاني حاجه وهو الخرطوم بتاع السماعه، وده بيفرق طبعا من سماعه لسماعه في الكواليتي بتاعته. تالت حاجه هو الاير تيبس، الجزء اللي انت بتحطه في ودانك، وقدرته ما بين سماعه بيفرق ما بين سماعه لسماعه عن ان هو يعزل الصوت المحيط بيك بحيث انت تسمع كويس. ماشي، خليني اقول لك ان اسعار السماعات بتبدا من اول 100 جنيه وانت طالع الى ما لا نهايه بقى. ف هنبدا باول نوع من انواع السماعات وهو الروز ماكس. الروز ماكس، ودي دي منظر العلبه بتاعتها، دي سماعه تصنيع سويدي، فهي في حدود 150 جنيه وما انصحكش بيها يعني، جربتها ومش كويسه، بس انا جايبها معايا من زمان فبستخدمها بس كده ان هي بتتبهدل معايا لو بقيس الضغط في البيت وكده، فما انصحكش بيها برضه. تاني نوع وهو الجرانزيا. طبعا الانواع اللي انا هقولها لك دي كلها انا جربتها مع زمايلي، فان شاء الله هعمل لك فيديو لكل علبه ولكل سماعه ولكل حاجه على بيشنت يعني، ان شاء الله لو تيسر الوقت يعني. فالجرانزيا دي تصنيع ايطالي، هي في حدود 300 جنيه او 250 ل 300. هي موجوده مع ناس زمايلي، في ناس بتقول ان هي كويسه وفي ناس بتقول ان هي مش كويسه، بس انا جربتها بص بصراحه يعني اعلى شويه، وهات النوع اللي جاي. اللي بعد كده هو اوميجا، سماعة أوميجا سماعة جديدة بقالها كام سنة تقريبا، وموجودة مع ناس كتير برضو في الدفعة، تلت الدفعة تقريبا، سماعة كويسة في حدود 450 ل 500. النوع اللي بعد كده بقى وده اللي هتلاقيه مع نص الدفعة تقريبا، هي سماعة السبيريت، ودي تصنيع تايواني. السماعة دي محترمة مش هتأثر معاك في حاجة، كل اللي بيفرقها عن اللي فوقها حتة بس شوية كواليتي مع سنة صوت بسيطة. فأنت لو معاك مبلغ 500 جنيه هات السبيريت بدون تفكير على طول يعني. ملاحظه هنا صغيره في السماعه السبيريت، في حاجه اسمها سبيريت بلاك اديشن. يعني ايه سبيريت بلاك اديشن؟ بتلاقي بص الجزء ده لونه اسود يعني، وبتلاقي الجزء اللي هو هنا الحته دي كده لونها اسود، فاهمني؟ فالسماعه كلها بتلاقيها اسود في اسود كده يعني، بتدي منظر كاجوال شويه وتكون خفيفه شويه عن السماعات اللي هي عامله كده يعني، الجزء ده ستانلس ما اعرفش المونيوم يعني، المهم ان هي تبقى خفيفه فاهمني؟ فهي بتبقى زياده 50 جنيه يعني، ممكن 550 بتاع، بص مش هتفرق اللي تلاقيه يعني كده. بس في ناس بتقول ان البلاك اديشن خفيفه زياده فممكن تقع تبوظ كلام من ده، فانت السبيريت في حدود 500 جنيه. النوع الخامس وده النوع اللي برشحه بقوه، لو انت معاك مبلغ 900 جنيه هات الريستر، اللي هي تصنيع الماني. السماعه دي معايا ومحترمه جدا ككواليتي وكصوت وككل حاجه، بس فدي تصنيع الماني محترمه، انصحك وبشده ليها. خلاصه بقى، انت عندك معاك مبلغ 500 جنيه هات السبيريت، دي اشهر حاجه موجوده في السوق، معظم الدفعات بتنصح بيها يعني. معاك مبلغ 900 جنيه هات الريستر، سماعه محترمه وهي بيفرق فيها ان الكواليتي بتاعتها عاليه عاليه جدا يعني. ماشي، هل في بعد كده؟ عندك بقى تقريبا من اول 2500 وانت طالع عندك الليتمان. السماعه الليتمان بقى واذا جود دكتور وجريز اناتومي والشغل المسلسلات والكلام ده، بص السماعه الليتمان انت ما انتش دكتور كارديولوجي، فانت كل السماعات اللي انا السابقه اللي انا قلتها لك دي خصوصا السبيريت والريستر هتقضي معاك طول فتره الكلينيكال، طول فتره الامتياز، ومش هتاثر معاك لو انت خدت حتى سبيشيالات او تخصصات غير الكارديو فاهمني. فانت لو معاك مبلغ كبير او حد مسافر بره او عايز يجيب لك الليتمان وكلام من ده ممكن يجيبها لك عادي. في طبعا الليتمان كلاسيك 2 والليتمان كلاسيك 3 والليتمان في منها انواع كده يعني، هي بتبدا من 2500 طالع، وللاسف في منها مضروب كمان في مصر. فترشيحي في النهايه زي ما انا قلت لك، هحاول تجيب لو معاك 500 جنيه هات السبيريت، لو معاك 900 جنيه هات الريستر، والسماعات دي محترمه جدا يعني. ملاحظه صغنونه قد كده يعني، بص انت في بدايه السنه بتلاقي كل واحد شايل السماعه ويعني كانه شايل موبايل جديد وبتاع يعني، بتلاقي خايف على الدايفرام انه يتخرم ولا كلام من ده، فتلاقي كل واحد شايل العلبه بتاع السماعه، بالمناسبه دي علبه الريستر، فتلاقي شايل العلبه الكبيره دي كلها في الشنطه عشان خايف على السماعه. بص يا صاحبي، انا سالت على جلابات في السوق للسماعات فما لقيتش، في بعض الناس بتكون عندها جلابات بس تنزل مع علبه السماعه نفسها، او اسال. بص انت ممكن تجيب سفنجه بتاع زي دي كده، سفنجه كده من هنا وسفنجه من هنا وتلزقهم
ويقوم جاي حاطط السماعه دي كده جواها بس يا صاحبي، وحدفها في الشنطه بتاعتك وما تخافش عليها خالص. ترنكة كده برضو سماعه الريستر دي سماعه لذيذه قوي، بتقوم حاطين معاها الجزء ده تقعد تكتب عليه اسمك ورقم الموبايل بتاع، بحيث ان هي لو ضاعت او كده يعني. وبس وكده نهايه الفيديو، يا رب اكون افدتك بشيء. حاول ان شاء الله اعمل لك فيديو تفصيلي لكل سماعه والتجربه بتاعتها او البوكس بتاعها يعني. المكان شراء السماعه غالبا، بص كل جامعه بيكون فيها تيم كده، هتلاقي الليدر بتوع الدفعه مثلا عاملين معرض كده بيبيعوا فيه السماعات، هات منهم. اشهر مكان طبعا القصر العيني، في اماكن بيع مستلزمات طبيه كويسه. ولو قدرت انشر لك انشر الفيديو ده، انا هنشره دلوقتي على الجروب، ولو قدرت انشره على قناه اليوتيوب هبعت لكم اللينك بتاعه ان شاء الله. ودعواتكم عشان فتره امتحانات البطنه وكده. يلا سلام.